احنا في معسكر دائم تقريبا من 28/9، عملنا معسكرين تبع الاتحاد الدولي، واحد فني وواحد للفار، وعملنا ايضا معسكرات للفار قبل 28، ومستمرين معسكرات لبقيه حكام مصر. واشكر معالي الوزير الحقيقه على انه سمح لنا ان احنا نقيم باقي المعسكرات في القريه الشبابيه بابو قير، وده الحقيقه مش بعيد تماما على دعم سياده الوزير للرياضه بشكل عام وللتحكيم الحقيقه بشكل خاص. قرعه محترمه تليق باسم مصر، اتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا وتكون عند حسن ظننا كلنا، ونعمل مسابقه دوري محترمه كل الناس تقف لنا، واعتقد ان شاء الله قادر الرابطه ان هي تعمل حاجه زي كده. بدايه بس هو دخولهم ازاي، طريقه دخولهم وتامينهم، وهل مطعمين ولا غير مطعمين في وجود كورونا، كل دي حاجات اعتقد كان في تجربه لنا قبل كده في النادي الاهلي، اعتقد ان هي وقبل ما اجي نادي بيراميدز، اعتقد ان هي يعني هيتم الاستعانه والدوله المصريه قادره على ان هي تبهر العالم في اي شيء. رابطه جديده من 18 نادي، هي الجامعه العموميه بتاعتنا، عملنا اقتراحات على الانديه 18 نادي، 16 نادي رفضوا المقترح اللي احنا كنا عاملينه، كنا واخدينه من الدوري البلجيكي والمكسيكي والارجنتيني، بتلعب دوري من دور واحد، لكن ناخد الثمانيه بيلعبوا على المربع، والعشر اللي تحت بيلعبوا على مين اللي هيهبط فيهم. كنا هنوفر 10 مباريات كامله، انما الانديه طبعا ان احنا ملتزمين بكلامهم، لان هم جامعه عموميه محدش يقدر يخالفها، فاحنا مشينا بالشكل التقليدي، والانديه وافقت ان هي تتضغط، وافقت ان الدوري يطول لغايه شهر 8. ارتباطات كثيره جدا حددتها للناس كلها ووضحتها، ان عندنا المنتخب الوطني، عندنا 100 يوم للمنتخب الوطني، عندنا في شهر 11 مباراتين بتوع انجولا والجابون من 8 ل 16 11، عندنا في شهر 12 20 يوم بطوله كاس العرب في قطر، 20 يوم للمنتخب الوطني، عندنا امم افريقيا 45 يوم من يوم 28 لغايه 10/2، عندنا في شهر 3 المباراتين اللي هيحددوا ان شاء الله الصعود مصر لكاس العالم في شهر 3 من يوم 21/29/3، شهر 6 في اجنده دوليه من 1/14/6، دي يعملوا 100 يوم تقريبا، فطبعا عدد كبير جدا، ودي كلها اجنده، ما عدا طبعا كاس العرب واحنا طبعا في التزام بيها. عندنا الموضوع الثاني الانديه، عندنا 4 انديه هيلعبوا 13 مباراه في بطوله افريقيا، لو ادينا 8 ايام لكل مباراه 3 و4 بعد غير يوم المباراه، فبتعمل 104 يوم. كل دي التزامات يمكن حددنا على ان ضغط الانديه المشاركه في افريقيا لازم يلعبوا في وسط المباريات بتاع دوري المجموعات فقط، مش عشان نبعد عن دور الثمانيه وقبل النهائي والنهائي، ما لعبهمش وما ضغطهمش في الفترات الحرجه ديت اللي هي خروج المغلوب، انما في دوري المجموعات في مجال للتعويض، والانديه تبقى عامله حسابها من دلوقتي. كل التوفيق للمسؤولين، كل حاجه روعه، الكلام حلو، عايزين نشوف التنفيذ. مشكله موسم صعب قاسي، ربنا يوفقهم يعرفوا يعدوه، لان الارتباطات غير عاديه. واضح ان اللينك والربط ما بين الاتحاد المصري، الاتحاد الافريقي، الاتحاد الدولي، كل واحد عايش في الكوكب بتاعه، وكل واحد بيعمل مسابقات من الكوكب بتاعه، ما فيش ربط في اي حاجه. بلس ان احنا كمان محتاجين نطور المسابقه بتاعتنا انها تلائم المنافسات دي، يعني اذا كان هم خلاص سمموا على كده وانت مرتبط بدول، ما ينفعش تعمل مسابقه 18 نادي بالطريقه دي. ما ينفعش الدرجة التانية حتى كمان بتاعتك تبقى كده، الدرجة التالتة هتقول لي دول ما لهمش دعوة، أقول لك لا، كلها سلاسل مترابطة، فإزاي تربط كله ببعضه؟ وإزاي في الآخر تعمل مسابقة تكون ناجحة في ظل ضغوط؟ يعني لازم نكون عندنا مستقبل في إزاي نحضر للمستقبل، ما ينفعش سنة كبيسة زي سنة 2022 أو 2021 20 الموسم بتاع 2021 موسم 22، ما ينفعش نحضره زي سنة ما فيهاش ارتباطات. لازم نقول الموسم ده هيبقى فيه الضوابط كذا، الموسم اللي بعده هنلعبه بكذا، لازم الناس تبقى شايفه سنتين ثلاثه لقدام، لكن طول ما احنا بنلعب تحت رجلينا العمليه مليانه مشاكل. بنتمنى التوفيق للرابطه وكل النجاح ليهم، وبشكركم قوي.